شيخنا يقول: ما حكم دعوة بعض القراء القراءة على الميت في المقبرة؟ قراءة على الميت يعني فيها نقاش بين العلماء وخلاف كثير، كثير منهم يقولون إن ذلك ممنوع يعني ولا يصل ثوابه إلى الميت، وبعضهم يقول ليس الأمر كذلك، وفيه كلام كثير جدا. تنقل قصة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعني ذكرها الشيخ الألباني في تعليقاته على كتاب الجنائز، ويعني حاصلها أنه مر مع أحد أصحابه على شخص يقرأ قرآنا في مقبرة، فنهاه الإمام أحمد عن ذلك فتوقف الرجل، ولما مروا خطوات يعني أتى هذا الرجل الذي يصاحب الإمام أحمد بأثر يدل على جواز ذلك، ويبدو أن الإمام أحمد اقتنع به حسب النقل، فقال له ارجع فقل له يستمر في قراءته، والمسألة خلافية على كل حال.